انا لسه واصل عمان حالا والجو برد وحلو، واحنا رايحين على جبل شمس زي ما وعدتكم. هنشوف ايه الدنيا هناك عامله ازاي، احتمال يكون في تلج. بس اول حاجه نعملها لازم نفطر، فالاول هنشوف فطار ممكن تلاقيه في اي مكان في عمان تقريبا. يلا بينا. طيب تمام. هو اللي احنا اكلناه ده مش اكل عماني، احنا كنا حاجه اسمها دال واومليت بالبصل وشربنا شاي كرك، ودلوقتي هنروح على جبل شمس، فيلا نشوف الطريقه عامل ازاي. طيب هو كان الرياح قوية قوي وانا فوق الجبل، فاضطريت اسجل صوتي مرة تانية عشان كده اتأخرت في الفلوج ده. الحتة دي انا كنت طالع فوق حوالي 3 ارباع الجبل، وكنت عايز اوريكم حاجة اسمها جبل مشط، وكنت عايز اوريكم ان السحاب قريب مننا جدا جدا جدا. لو بصيتوا على المنظر من هنا هتشوفوا السحاب قريب مننا، والجبل اللي على اليمين ده هو جبل مشط. طيب احنا دلوقتي على ارتفاع 2 كيلو فوق سطح البحر، والجبل ده اخره 3 كيلو وشوية على ما اظن. جبل شمس ده هو اعلى جبل في الخليج، فتعالوا نشوف الدنيا هنا عامله ازاي. طيب انا في الحته دي اول ما طلعت من العربيه الهواء كان جامد جدا لدرجه انه غطى على صوتي تماما، فانا كنت بتكلم عن ان احنا دلوقتي قربنا من المكان اللي هو كنا بنحاول نروح له، وكان في زي ما انتوا هتشوفوا قدامكم وادي ضيق كبير جدا. انا بحب الصراحه المنظر بتاعه قوي، وكان في نسور او صقور، انا مش عارف كان في ايه بالظبط، كان في حاجه طايره في الحته دي كنت بحاول اوريها لكم، فلو شايفينها على الشاشه يبقى حظكم حلو، لو مش شايفينها يبقى ده معناه ان انا محتاج كاميرا جديده. وكنت بشرح لكم ان السبب اللي خلاني اطلع المكان ده واصور منه ان في ناس كتير سالوني عمان عامله ازاي او شكلها عامل ازاي، وانا شايف ان المنظر ده او الطبيعه اللي عامله كده جزء مهم جدا من عمان، فبصوا على المنظر واستمتعوا بيه. ده اللي الارتفاع اللي احنا عليه حاليا اللي هو 2009، ودرجه الحراره هنا باينه في التبضه اهي جوه قدام شويه، هي دي 8. المفروض احنا رايحين على مكان تاني دلوقتي، خلينا نشوف هو عامل ازاي. الحته دي الناس بتخيم فيها عشان المساحه تقريبا تعتبر مسطحه شويه، فالناس بتيجي تخيم بتقعد مع بعض عائلات واصحاب وكده. وكان كان الجو ساعتها برد قوي برده، وكان في هواء قوي بطريقه غير عاديه، هيبان اصلا من مسكتي للكاميرا. يعني لو شايفين انا ماسك الكاميرا المفروض ثابت، والهزه دي مش من حركتي، الهزه دي كانت من الهواء، كان الهواء بيهز الدنيا خالص. مش عارف كنت بعمل ايه بالهودي هنا، بس في الحته دي انا لاحظت حاجه غريبه قوي وانا ماشي. كان في زي كهف صغير، الكهف ده عاده بيبقى فيه ناس موجوده، بس في الوقت اللي انا كنت فيه هناك ما كانش فيه ناس تقريبا خالص، فانا كنت مستغرب اني وانا ببص على الكهف لقيت في حد كان مولع نار، وده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا لما اقلب الكاميرا اهو. زي ما انتم شايفين في حد كان مولع نار، انا كنت عمال اقول انا مش عارف يا جماعه مين اللي عمل كده او ازاي، بس واضح ان في حد موجود في المكان. كنت بهزر يعني بقول ان في جن وكده يعني، بس طبعا ما كانش في الكلام ده هناك. كنت بقول لكم عادي يعني احنا مش هنخاف، احنا هنكمل عادي ومالناش دعوه بالكلام ده. بعد كده وانا ماشي حصل موقف غريب قوي، كنت سامع صوت عربيه من بعيد، يعني كنت بدور على عربيه، العربيه اللي ابويا سايقها،
فهو انا بدور سمعت صوت جاي عربيه جايه من بعيد، فبشوف العربيه دي مين. كان كان في واحد عماني ومعاه اجانب، فانا هحاول اوريكم الحته دي هو قال لي ايه وانا قلت له ايه على قد ما اقدر، بس هيبقى في شويه هوا فسامحوني. يعني الواحد ممكن يقول اي حاجه هنا ومحدش يسمع. بيستيزيشن ولا اي حد يسمع. انا بموت برضه محدش يسمع. حاجات خوف قوي، بس زي ما كنت بقول قبل كده عمان جميله، ممكن تلاقوا فيها اي حاجه، اي حاجه تخيل. المهم ابويا سامي ما ماشي، ما اعرفش راح فين، مش شايف النظام ايه. بس انا سامع صوت عربيه قدام على اليمين، فاتمنى يكون ده في ناس اهي. في ناس جنبنا كمان. جود هاو ار يو؟ سكان اجنبي كلمني انجليزي. بس قشطه. طيب انا ما اعرفش انت سمعته ولا لا، بس الراجل افتكرني اجنبي وكلمني انجليزي، الراجل العماني، مع اني كنت يعني بحاول ابقى عماني على قد ما اقدر. في الحته دي انا كنت قلت لكم ان انا هطلع على رجلي المكان ده من غير ما استخدم ايدي، فقلت لكم احتمال اموت، فخلي بالكم مني. في الحته دي كنت متاكد مفيش تعابين او عقارب هنا، لان الاماكن دي بتبقى ساعات فيها الحيوانات دي، فالواحد برده مش محتاج يموت. انتوا عارفين انا ما بحبش اموت يعني ككل. بس انا طلعت فوق الصخره دي وساعتها حسيت بقد ايه في هوا في المكان ده فعلا. فالفيديو الجاي هوريكو قد ايه الهوا كان قوي. انا هشغله من غير صوت عشان كان او هشغله لكم بصوت عشان تشوفوا الدنيا كانت عامله ازاي احسن برضه. طيب احنا دلوقتي عند قريه صغيره. القريه دي في ممشى، منها ممشى جبلي لمده 3 ساعات. ازيك لغايه تحت خالص؟ ده مش 3 ساعات. فعشان تعرف انت المفروض ماشي صح ولا لا، في هنا لحظه الوان زي دي، وفي هنا حد جاي صاحبنا تاني. طيب بما ان انا تقريبا وريتكم كل حاجه ممكن اوريها لكم، والجو برد قوي وانا نعسان قوي ولازم اروح البيت 3 ساعات للبيت، والكاميرا راحت اصلا شحن، مش عارف انا قلت كده لسه ولا لا، مش عارف، انا اصلا تعبان خلاص مش قادر. فانا هروح جنب الاموره دي لحظه. شايفنا؟ مش مهتمه بيا خالص خالص. المهم يعني خلاص انا ككلام انا خلصت كلام النهارده كده، فانا اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. اتمنى تكون الرحله الصغيره البسيطه دي عجبتكم، ومن فوق جبل شمس اعلى قمه هنا في الخليج. سلام.